مدة سنوات. وسعيد يؤكد كذلك أن الحرب على الفساد ستتواصل دون هوادة. وفي التفاصيل، أفاد رئيس قسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان الدكتور ناجح بن حليمة بأن ولاية القيروان تحتل المرتبة الرابعة وطنيا في عمليات القسطرة الاستعجالية للجلطة القلبية. وأضاف بن حليمة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء خلال المؤتمر الأول لأمراض القسطرة القلبية وطب القلب التداخلية الذي انتظم اليوم السبت بالقيروان أن الجهة تعد في المراتب الأولى في نسب الإصابة بأمراض القلب، خاصة منها الجلطة القلبية أو الذبحة الصدرية. وأوضح بن حليمة أنه بحسب الإحصائيات التي أجرتها الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين خلال سنة 2016، فإن القيروان كانت تحتل المرتبة السادسة لكنها أصبحت تحتل المرتبة الرابعة على مستوى عمليات القسطرة الاستعجالية للجلطة القلبية حسب آخر إحصائيات أجرتها الجمعية. ولفت الدكتور بن حليمة إلى أن ما يلاحظ على مستوى الجهة هو أن الجلطة القلبية أو الذبحة الصدرية لا تصيب كبار السن فقط، بل أصبحت تصيب حتى الفئات العمرية صغيرة السن خلال السنوات الأخيرة، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل منها تزايد مرضى السكري وضغط الدم وعامل السمنة واتباع نظام غذائي ونمط حياة غير متوازن بالإضافة إلى عامل الوراثة. في موضوع آخر، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش زيارته اليوم لمؤسسة سنيب لابراس على ضرورة اطلاع القضاء بالدور الموكول إليها في تطهير البلاد لأن الحرب على الفساد ستتواصل دون هوادة وفق تعبيره، مضيفا من يعمل على الاندساس لتعطيل هذا المسار لمقاومة ما وصفها بأسراب الجراد التي انتشرت في كل مكان، فهو يعتبر من بين هؤلاء وسيتحمل مسؤوليته. القضاء موكول له اليوم الواجب لابد أن يقوم به لتطهير البلاد، لأن الحرب على الفساد ستتواصل وستتواصل بدون هوادة، ومن يعمل على أن يندس أو يحاول تعطيل هذا المسار في مقاومة هذه الأسراب من الجراد التي انتشرت في كل مكان، من يعمل على التعطيل فهو من بين هؤلاء ولا يتحمل مسؤوليته. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر اليوم السبت رئيسة الحكومة نجلاء بودنا، وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد وسير عدد من المرافق العمومية. وأكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة العمل على التصدي لكل جهة تهدر المال العام بعد أن واصلت في إهداره لمدة سنوات بل لمدة عقود. كما شدد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا من هذه المعارك حتى يسترد حقوقه كاملة، لأنه لن يرضى بغير الانتصار بديلا وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. من أخبار العالم، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي السبت عن دعم المجلس جهود المبعوث الأممي إلى بلاده عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية سنة 2023، وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها المنفي عبر حسابه على تويتر عقب إعلان باتيلي تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة لإجراء انتخابات في 2023. وقال المنفي: نجدد دعمنا الكامل والمستمر للسيد باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، ونثمن جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية سنة 2023 بملكية ليبية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قيس سعيد يجدد ضرورة التصدي لكل جهة تهدر المال العام بعد أن وصلت في إهداره لمدة سنوات. وسعيد يؤكد كذلك أن الحرب على الفساد ستتواصل دون هوادة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.